نسجل بإيجاب جولة للجنة العليا التي يترأس رئيس الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي. هذه الجولة طبعتها أجواء جد إيجابية، لا سيما في اطلاع على كل النقاط المتضمنة للجدولة الزمنية التي اقترحتها مذكرة الاتحاد العام التفصيلية التي قدمت إلى السيد رئيس الحكومة، مرتبطة بما تم إنجازه ولم يتم إنجازه من خلال هذا الاتفاق والميثاق الاجتماعيين موقعين 30 أبريل من سنة 2022. كذلك نسجل بإيجاب التعاطي الحكومي مع مطلب الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص الذي سيتم دراسته في باقي مع باقي المطالب الأسبوع المقبل. أيضا تقدمت الحكومة بعرض بخصوص إصلاح صناديق التقاعد، وقلنا في الاتحاد العام للشغل المغرب أن نحن مع استدامة صناديق التقاعد لكن دون المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة الشغيرة المغربية. كذلك تم التطرق إلى قضايا فئوية مختلفة لمختلف القطاعات، وطالب الاتحاد العام للشغل المغرب بإطلاق دينامية الحوارات القطاعية وكذلك تنفيذ ما تم التزامه بالحوارات القطاعية التي وقعت بها القطاعات الحكومية المعنية اتفاقات مع النقابات القطاعية. كل ذلك تم في أجواء جد إيجابية طبعها تفهم الحكومة لمطالب الشغيرة المغربية التي تقدمت بها الاتحاد العام للشغل المغرب، وأيضا برمجة جدولة زمنية ابتداء من الأسبوع المقبل على اعتبار أن افتتاح السنة الاجتماعية سيكون يعني فاتح ماي ضمن ما تم بالاتفاق في شأنه من خلال الاتفاق الاجتماعي الذي أرسى سنة اجتماعية ودورتين قارتين للحوار الاجتماعي.